بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة جايبة لكم في فيديو احتمال يكون مكرر، بس الموقف اتكرر معايا فلازم نعمله من جديد وبطريقة تانية اجدد. النهاردة انا بقالي تقريبا 3-4 ايام ما بلمش بيض. البيض الفراخ بياكلوه، انا بنزل لهم الصبح وبنزل لهم اخر النهار. الفراخ بياكلوا، شفتم الفراخ بسم الله ما شاء الله بيضة وجميلة، بس بياكلوا من البيض. ليه بقى؟ علشان انا شفتم مفيش اكل كتير، مش يعني بس في غل على الارض اهو، بس هم عاوزين الاكل الطري ان هو بواقي البيض. بواقي البيض دول غير العلف والغلة والذرة والعيش المخبوط، يعني اللي بنقول عليه اللي هو الدش او المدشوش. هما بيحبوا اللقمة الطرية دي. فانا عملت ايه بقى؟ انا لما ملقتش ان هما بيطلعوا له بيض، فالبيض فاضي يعني بياكلوا البيض معروف يعني. المهم فانا امبارح عملت لهم ايه، مسكت بقهم كله، بوزه حتى الفرخة هي بوزها يعني سنة كده، طرف بوزها وقطعته علشان نعمل عملية يعني لما يخبطوا البيض علشان ما تتكسرش معاهم. فانا اتفاجئت، حطيت لهم ايه بقى، جبت لهم حجر كده زي التبشيره، حجر تبشيره اهو، حته التبشيره اهي، وهحطها لهم. الحجر زي التبشيره اهو، هم هيحبوه، هو جير، حجر جير مطفي، انا اللي عاملاه بايدي تمام. فهو سبته لما نشف هو وحطته لهم على اساس ان هم لما يجوا يخبطوا فيه علشان ياكلوا بيحسبوا بيضه، هيبقى جامد عليهم، مش هيحبوا ان هم ياكلوه. دي اول موقف. الموقف يعني انا امبارح عملت لهم، قصيت لهم المنقار بتاعهم، الحته الصغنونه الترتوفه خالص دي اللي بتبقى معوجه دي قصيتها لهم تمام. والنهارده وكنت عامله لهم حته الحجره دي اهي، نشفت وحطيتها لهم تمام. تعالوا بقى نشوف الحيلة الجديدة اللي احنا كنا عملناها قبل كده، بس هنكررها بطريقة تانية وهنشوف مع بعض. دلوقتي نبدأ الخلطة بتاعتنا. انا جبت شوية جير مطفي، هو ده بيبقى شكله تمام، بيبقى عامل زي الجبس الابيض كده، بس هو جير مطفي مش جير حي. الجير الحي ما ينفعش، الجير الحي دول بتاع البويات والحاجات دي والدهان بيبقى حامي. ده جير بلاط، جير اللي هو جير مطفي تمام. هو على فكرة كله كلسم وما فيهوش اي ضرر للفراخ حتى لو اكلوه. هنحط عليه مية، بسم الله نعجنه مع بعض كده عشان انا ماسك الموبايل بالايد، بصور بايد وبعدين بايد. والله الوصفة دي مجربة وبتجيب نتيجة. انا حطيت لهم الحجر، قلت اجربه. الحجر دون على فكرة هو نفس الخلطة اللي انا عاملاها دي، وكورتها وسبتها تنشف ماشي. فاحنا هنجيب نفس الخلطة دي، اهي عبارة عن مية وجير مطفي تمام اهو. هنجيب ايه بقى؟ هنجيب المعلقة كده. احنا المرة اللي فاتت لو رجعنا كده بالفيديوهات هنلاقي ان احنا عملنا كسرنا البيض وحطينا عليه الجير المطفي ده، وطبعا هم كلوا نقرة اتنين وقرفوا منها، ما حبوش ياكلوها. معلش بقى تستحملوني وانا بصور، علشان انا بصور بايه؟ بايد. انا هعمله كده، بصوا هملاها كده بالمعلقة، هملى البيضة المقلية. احنا قليناها يعني، احنا اخدنا البيض ده قليناه عادي، واخدنا القشور بتاعتها انها ما رميناهاش علشان نعمل الموقف ده. انا هملاهم علشان اصور بس بايدي التانية ماشي، وهرجع لكم تاني. كده انا مليت الجير المطفي،
مليت قشر البيض بالجير المطفي، وجبت جير مطفي اهون من غير ميه، احطه كده علشان ايه يشرب اي زوايد في الميه اها، عشان ايه شكارة الجير المطفي يا جماعة كانت ب10 جنيه، تبع المكان اللي انت فيه بقى، حسب المكان اللي انت فيه. كانت ب10 جنيه، بقت ب15 جنيه. جبتها اخر شكارة دي كانت ب20 جنيه. تعالوا نشوف كده اسم الشكارة، وعلشان اللي مش عارفها يعرفها. جير مطفي اهو، جير مطفي، هاخد منه معلقة تانية اهو. انا بالنسبه للجير المطفي حلو جدا، لان هو عباره عن كالسيوم، يعني مش وحش بالنسبه لهم. انا هسيبهم في الطبق كده اللي بالليل، انا طبعا لو حطيتها لهم كده هياكلوها هيحبوها قوي كده. بصوا اهي البيضه اهي، انا هسيبها كده بالجير المطفي لحد بكره ان شاء الله، او بالليل هحطها لهم. لما احطها لهم هتبقى ايه، هتبقى زي الحجره زي الطوبه دي بس على شكل البيضه. هتبقى انا حطها لهم كده طبعا، ايه هظبط الحروف بتاعتها كده، وهمسحها بقماشة مبلولة على اساس ان هي تبقى ايه، تبقى شبه البيضة. طبعا لما ييجوا ياكلوها هيكرهوا حياتهم يعني. نجمع نفسنا بقى ونجربها. هجيب باذن الله كده هو كام واحده ان شاء الله، ونشوف هيتبيض بكره، هتبيض النهارده، هتبيض، لان انا حطيت لهم الحجر وقصيت لهم منقارهم. تمام، هسيبها كده ان شاء الله بالليل او بكره، ونصور نكمل لكم الفيديو. وزي ما قلت لكم الفراخ بيبقوا محبين اللقمه الطريه، مش حابين اللي هي تبقى ناشفه على طول، يعني مش يبقى علف ويبقى ذره ويبقى كده. فانا جبت لهم ايه بواقي البيت كده كده ياكلوه، وبعدين هحط لهم الذره بره، واحط لهم علف، وما احطهم حاجتهم، بس هم بس ايه ياكلوا مبدئيا دول. انا كده رفعت البيض اللي احنا عاملينه دون، اللي احنا حاشينه جير مطفي، رفعناه كده نسيبه ينشف، والطبق دون فيه شويه. طبعا الشويه دول بيبقوا عباره عن كالسيوم، انا مش هرميهم. انا مش هرميهم، انا هحط عليهم ذره دشه اهي. حطيت عليه ذره دشه، وحطيت عليه غله، يلا بقى نلخبطهم على بعض كده، ونحطه لهم فوق الاكل اللي احنا جايبينه من فوق. طبعا ده مكان مقفول، ما مش ساكنينه يعني. هنحط على بعضهم بسم الله ما شاء الله، يعني ايه الاكل اهو، هنحطه لهم عليه. شفتوا الجير؟ احط عليهم. طبعا كل الاواني اللي هنا احنا مش بنستعملها، ده هي حاجات مركونه. تمام، يجوا بس انا لما ابعد عنهم الفراخ ييجوا ياكلوا. دي بيضه تانيه عاملاها لهم، بيضه حجر. هما مش بيبيضوا في المكان دون، هما بيستخبوا فيه بس مش بيبيضوا فيه، فانا حطيتها لهم علشان لو حد جه يبيض هنا، وحد جه هجم على البيضه علشان ياكلها هيتلاقيها طوبه، هيتلاقيها حجر. اهو بصوا لا حجر، هتلاقوها حجر، يعني هي هتبقى دليل للفرخه ان هي ممكن تشوف الحجره دي تقوم تبيض عليها، يعني يبقى مكان للبيض. ومنها لو جت تاكلها واخواتها جم ياكلوا من البيضه هيتلاقوها حجره، طبعا ايه مش هتعجبهم فمش هياكلوها.
انا عاوزه اقول لكم ان موضوع الجير دون والله ما حد يقلق منه، هو مجرب انا مجرباه على طول الجير والبيض، بس انا كنت بكسر البيضه واحط على الجير. انا مش هقول لكم البيض غالي ومش هينفع نحط بيض، لا انا بحط بيض على طول، بس انا مش يعني ايه المره دي ما حطيتش بيض علشان اللي ما عندهاش بيض ممكن تجيب قشره البيضه نفسها وتحشيها جير مطفي وتحط فيها، مش هيحصل اي حاجه. والجير انا زي ما انتوا شايفيني كده انا حطيت لهم في الاكل علشان ما حدش يقول ان انا بجير دون هيتحجر في بطنهم، لا ده كلسن ما تقلقوش منه، تقلقش منه خالص يعني. وشوف الفراخ بسم الله ما شاء الله حلوين كلهم وتقريبا كلهم بيبيضهم، لان انا الفراخ دول انا ما رعيتهمش بصراحه ربنا يسامحني، كنت على طول بنزل ابني يحط لهم الاكل وكده وما بنزل لهم، شو هم كبروا كده رباني مع نفسهم يعني، هو يا دوب انا بحضنهم في مثلا اسبوعين ثلاثه في الاول وبسيبهم له، بقى هو بيكمل يا دوب بيحط لهم الاكل والميه والكلام ده. طبعا هو مش هيراعي زي كده، هو ما شاء الله ليه في الارانب والحمام والماعز والكلام دون في التربيه، لكن هو بيدل عليا في موضوع الفراخ يعني، يقول لي الفراخ بتاعتك انت حره فيها، عاوزني انا اللي ايه اللي اطلع وانزل، طبعا هيبقى تعب عليا اطلع ونزل يعني كتير، فهو مرتين بكفايه، بس هما لازم الفراخ لازم يبقوا محطوطين كده قدام عينينا. الفرخه بطالما دقت البيضه مش هتسيبها، هي دقت طعمها حلو فمش هتسيبها، هتبقى عايزه على طول تاكل البيضه، تاكل البيضه حتى لو هي ايه، حتى لو هي ميت شبعانه، لو شبعانه برضه هتاكل البيضه، هي حباها، هي مش بتاكلها علشان جعانه، لا هي بتاكلها علشان هي حابه طعمها. فموضوع الجير انا جربته كتير ونفع معايا، جربت انا كنت كان بيصعب عليا ان انا بقص المنقار بتاعهم، لكن زي ما انتم شايفين كده المنقار بتاعهم مقصوص اهو، بس طبعا مش جايبه كتير منه، لا هو الطرف الصغير اللي عامل حاجه كده ايه زي ما بيقص ضفري يعني، انا زي ما انا تخيلت ضفري بقصه وحاجه صغيره كده، بحيث ان هم لما يجوا ياكلوا من البيضه ما يكسروهاش، يجوا ياكلوها هيتلاقوها جير، هيجوا ياكلوها هيتلاقوها طوبه كده. انا عارفه اول مره هيعملوا كده، هيتلاقوا البيضه تحت بقهم ممكن ياكلوها، لكن مش من اول مره هيسيبوها لي، لكن بعد كده هيقرفوا من موضوع الجير، لان الجير اصلا هو طعمه وحش مش حلو يعني، هما بيهجموا عليه اكل يعني، اول ما بيدقوه مره اتنين بيسيبوه. انا حطيت لهم مع الاكل دون علشان اطمنكم والله يعني، انا يعني احنا ساعات انا طبعا ما نظفتش الارض وابني ما نظفش الارض، انا لما بنظف الارض هنا خلي الارض زي الفل كده هو والشمس بتبقى طالعه عليها، بروح رش الارض جير، الجير المطفي دون اي هموشه اي سوسه اي حاجه اي فطريات في الارض مطرح الميه كده بتموتها. الجير المطفي دون بالنسبه للحشرات بيبقى عامل زي الدنكار بالظبط، الدنكار اصلا بيموت الحشرات وكده، بيدون بيبقى عامل زيه، بس سبحان الله هو كله كالسيوم طبعا، الدنكار دون عباره عن سموم، لكن ده بيبقى عباره عن كالسيوم، انا ما بحط لهمش كتير زي ما انتوا شايفين كده يعني، ده كل فتره لما بحط لهم حاجه زي كده علشان ما يكرهوهاش وما يحبوهاش، هما بيشوفوها بياكلوها مع الاكل. النهارده لحد هنا انا هسيبهم بكره باذن الله تكون البيض نشف وحجر هنرميه مع بعض وهنشوف هيعملوا ايه وربنا المستعان، لكن الوقت احنا اخدنا وسيلتين، الوسيله الاولى ان احنا عملنا لهم بيضه حجر، الوسيله الثانيه ان احنا قصينا المنقار بتاعهم وقاعدين برضو عنا عليهم مش هنسل، نشوف بقى هيعملوا ايه مع البيض الناشف. النهارده ثاني يوم للبيض اللي انا عاملاه حجر، اللي انا عاملاه بالجيري بالحجر الجيري، هو لسه طري سنه بس مش مشكله، انا هحط لهم على الناحيه دي، انا عايزاهم ياكلوا قشر البيض يعني، انا عايزاهم ينقروا في البيضه نفسها، انا عندي مكان هنا يبيضوا فيه اهو، دي الحجر، ده الحجر اللي احنا حاطينه، وده اهي هنحط بيضه، وبرده فوق هنا هنحط بيضه اهي بيضه، وبرده هنروح للثبت الاخير ده
هنروح للسبع دول وهنحط البيضة التالتة. طبعا ده برضو ايه الحجر، هما هيجوا ياكلوا من البيضة دي، هيتخيلوا بقى ان هي فيها بيض، فهما هيلاقوا ان فيها جير. طبعا مش هيعجبهم موضوع الجير ده وخلاص على كده، يعني مش هياكلوها. نشوف بقى الناحية التانية. الفراخ بياكلوا بكل امان من غير ما يهجمهم على البيضه الحجر اللي انا عطيها لهم، لانهم كانوا بياكلوا البيض. عملت لهم بيض من الحجر الجيري اهو، والفرخه فوق ما شاء الله بتبيضه هي، ومعاها بيضه من الحجر الجيري. هي حيرانه يعني، بتقول البيضه دي اكلها؟ لا مش عارفه اكلها. طبعا مش هتاكلها لانها حجر، ولو بيضت عليها بيضه مش هتاكل البيضه بتاعتها علشان هتفكر ان هي بيضه حجر. والفراخه هما جنب البيضه الحجر اهي، البيضه الحجر في الصندوق، ومش بياكلوها ما شاء الله. خلاص هما كده ما عادوش ياكلوا البيض. بسم الله ما شاء الله، الفرخة باضت اهي، الفرخة باضت ومحدش جه جنب البيضة خالص، مع ان فوق بصوا في واحدة متربصة هي علشان تاكل منها البيضة. شوفوا الفرخة باضت ما شاء الله من غير ما تاكل البيضة. ده ليه بقى؟ علشان الموضوع اللي قلت لكم عليه، البيضة دي حاطة فيها حجر، حاطه فيها جير، فهم دقوا ما حبوهوش وتلاقوها جامده ما بتتكسرش. فالحمد لله رب العالمين، اول بيضه هي، لانهم كانوا بياكلوا البيض وكانوا مخسريني جامد يعني. لو عجبتكم الفكره بقى نفذوها، وربنا معانا ومعاكم. يلا سلام عليكم.